السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنت سرك الفيسبوك مع ليا بيا كيطلع عليا الفيديو ديال القرش، داك السائح الروسي اللي يتهم القرش. الصراحه الاخوان انا الفيديو تفرجت فيه وجاني الفيديو بواحد الطريقه مرعبه، ما يقدرش اي واحد يتفرج فيها. كننصح ان ذوي القلوب الضعيفه ما يتفرجوش في هذا الفيديو، علاش؟ انه فيديو خطير يقدر يخلي فيه مشوه ديال الرعب لمده طويله. اكثر حاجه هي الدراري الصغار. فمثلا هذا الفيديو انا حاولت انني نديرو ماشي للدراري الصغار، نديرو اقل سنه يقدر يتفرجوا فيه هو 18 سنه. درتها في اليوتيوب باش انه ما يمسحش ليا الفيديو. وهذا الفيديو شويه مؤثر، والله مؤثر، كاثر بزاف. حاولوا الاصدقاء ما بقاوش تفرجوا في هذه الفيديوهات، فالطريقه كيفاش غادي ياكلوا بها القرش هي واحد الطريقه غريبه شويه. كاين دابا الانقاذ، ما كانش في ديك اللحظه هو فاش كان، اما كون كان انقاذ فيقدر انه يحاولوا معاه باش انهم ما يخليوش ياكلوا ولا شي حاجه، واخا غير ينقذوا غير شويه، المهم يبقى عايش. فكيف ما كتشوفوا هي الصوره ديال السيد مسكين اللي توفى واللي كارو القرش. وهاد الصوره هي كذلك شفتها، واش منتشرة بزاف ما عرفت واش حقيقيه ديال انه زعما قال لي كان القرش اللي كالو هو هذا اللي كاين في الصوره. ما عرفتش انا واش حقيقيه، ربما تقدر تكون حقيقيه، ولكن كيبان لي غير شي صوره مفبركه جابوها من الفيسبوك ولا جابوها قديمه شويه حطوها على هذا الشكل. ما كنظنش انها الصوره ديال القرش، علاش؟ ان القرش اللي اتهمو كيبان كبير شويه، ولكن هذا القرش اللي كاين في الصوره ماشي كبير، كيبان غير صغير. وهذا الفيديو كذلك حتى هو منتشر في فيسبوك، ما عرفتش واش حقيقي. نخليكم تشوفوا دابا. هذا الفيديو ديال المغاربه ولكن هو ربما فيه مغاربه هما اللي كيضربوا هذا القرش بهذا الشكل، ربما انا قلت، ولكن يقدر يكون شي وحدين اجانب كيصيدوا في البحر هما اللي لقاو هذا القرش. ولكن هذا الفيديو انا شفته قديم، ديجا شفته قديم، ما كنظنش انه فيديو متناسب مع الحادث ديال الروسي. فهادشي اللي كاين الاصدقاء بخصوص هذا الموضوع، ولا كانت شي حاجه جديده، ولا كانت شي مستجد على هذا الموضوع، ولا شي حاجه نحاول اننا ننشرها لكم في القناه. المهم شاركوا معايا فلاشين باش تبقاو على القرص، وديروا لايك للفيديو باش يوليو يوصلكم بحال هاد الفيديوهات الجديده حول المواضيع اليوميه.